اهلا بحضراتكم في جوله اخباريه جديده من داخل صاله التحرير اليوم السابع هيقدمها ليكم حسن مجد. خلونا نبدا هذه الجوله الاخباريه من خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم امام البرلمان المصري. خلونا نقف قدام مجموعه من المشاهد في هذا الخطاب. اولها هو ان بدايه الخطاب كانت بوقوف دقيق احداد على ارواح الشهداء وتاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذكر والولاء للشهداء اللي كانوا سبب في اليوم اللي بيحصل النهارده وسبب في كل التطورات اللي بتحصل لمصر خلال الفتره الاخيره. مشهد تاني هو الإعلان رسمياً عن انتقال السلطة التشريعية من يد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان المصري المنتخب. مشهد ثالث هو حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى على الشباب وتأكيده على أهمية وضرورة احتواء الشباب وحديثه أيضاً عن البسطاء والمهمشين. مشهد آخر من المشاهد التي لفتت الأنظار اليوم هو حضور السيدة انتصار السيسي لهذه الجلسة أو لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان، ويمكن ما كناش بنشوف حضور قبل كده للسيدة الأولى في مصر في البرلمان أو في جلسة البرلمان خصوصا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. النهاردة السيدة انتصار السيسي بتحضر والرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على دور المرأة وبيخاطب المرأة المصرية في صورة السيدات أو في صورة نائبات البرلمان وبيؤكد على أهمية دور المرأة وعلى أهمية كل الأدوار اللي قامت بيها خلال الفترة الماضية. بيجدد دعمه وبيجدد دعوته للعالم لمساعدة مصر في مواجهة الإرهاب والخطر اللي مصر بتؤكد مرة أخرى على استمراره وعلى ضرورة استمرار محاربته خلال الفترة القادمة. تعالوا نروح لعالم الأرقام. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر كلمة الشعب خلال خطابه 22 مرة، ذكر كلمة مصر 27 مرة، لكن الرقم اللي عايز أقف مع حضراتكم قدامه هو تصفيق النواب. نواب البرلمان صفقوا للرئيس عبد الفتاح السيسي 32 مرة ووقفوا وهم بيسقفوا 5 مرات خلال 48 دقيقة بس هي مدة البرلمان. السؤال اللي بنطرحه هنا، هل ده دور النواب في الفترة الحالية؟ كل هذا التصفيق اللي كان ناس كتير جدا وصفته بانه مبالغ فيه. تعالوا نروح الى مشهد تاني وهو ظهور سر سيام المستشار سر سيام. هل ظهور المستشار سر سيام اليوم بيعكس احتمالات عودته الى البرلمان وعدوله عن الاستقاله؟ ده سؤال مهم جدا. النواب او معظم النواب او عدد كبير منهم تجمع حوالين المستشار سر سيام بعد انتهاء كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبه بالعدول عن الاستقاله. المستشار احمد الزند وزير العدل كان بيقبل راسه بيقول له ما تضيعش عشان نفيك. اليوم السابع لما سالته هل ناوي تعود عن استقالتك؟ قال هل ده مؤشر لعدولك عن استقالتك؟ قال ربنا يسهل وادعوا لنا ربنا يوفقنا خلال الفتره القادمه. خطاب تاريخي مهم، اعلان رسمي عن انتقال السلطه التشريعيه من يد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى البرلمان المنتخب ومجموعه من المشاهد المهمه. لسه مع البرلمان، لكن البرلمان والحكومه وبعد تجديد البرلمان لثقته في الحكومه، مصادر بتكشف لليوم السابع عن احتماليه لحدوث تغييرات طفيفه في حكومه المهندس شريف اسماعيل وكلام عن تغيير بعض الوزراء في هذه الحكومه. المهندس شريف اسماعيل في الفتره الحاليه بيعقد مجموعه من الاجتماعات مع وزراء حكومته وبيعقد مجموعه من الاجتماعات مع نواب مجلس الشعب لوضع الخطوط العريضه وللانتهاء او لوضع اللمسات الاخيره على برنامج الحكومه اللي المفروض هيعرض على البرلمان واللي مخطط ان هو يعرضه على البرلمان ان شاء الله نهايه الشهر الجاي. والى قسم شرطه الحوندية في الجيزه حيث بيتوفى شخص ويصاب 17 اخرين خلال محاولتهم الهروب من السجن. وفقا لمسؤول مركز الاعلام الامني في وزاره الداخليه ان في مجموعه من المسجونين النهارده استغلوا حاله شجار في حجز اسم شرطه الحوندية وحاولوا يهربوا من القسم. الشرطه بدات تتعامل معاهم باطلاق محمل الصوت لكن ما ترجعوش عن اللي بيعملوه، قامت باغلاق باب القسم وضربت غاز مسيل للدموع مما ادى الى وفاه شخص واصابه 13 اخرين وحاليا بتتولى النيابه التحقيقات. خلونا نختم هذه الجوله الاخباريه بخبر جيد، وعلى عهده الدكتور احمد عبد العال رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه حاله الطقس الجيده اللي عشناها خلال اليومين اللي فاتوا مكمله معانا على الاقل لحد يوم الاثنين القادم، وبيقول انها احتمال تكمل معانا اكتر من كده لكن على الاقل مكمله معانا لحد يوم الاثنين. بالعكس خلال الايام الجايه درجات الحراره هتتحسن وهترتفع. الحاله الوحيده اللي محتاجين نخلي بالنا منها فقط هي الشبوره المائيه بالنسبه للسائقين اللي هتكون خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهر. دي كانت الجولة الإخبارية الجديدة من داخل صالة التحرير اليوم السابع، قدمها ليكم حسن مجد.